احبائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم من مساء عامر. من خلال الفضاء الابتدائي برحب بكل احبائي المشاهدين بيشاهدونا اليوم، وبنستكمل مع بعض سلسله بديناها من فتره قصيره لكنها مهمه جدا، لانها بتتكلم عن شخصيه من شخصيات الكتاب المقدس، وهذه الشخصيه تمثل شخص المسيح. يمكن هذا السفر اللي احنا بنتكلم فيه في هذه السلسله لم يذكر فيه كلمه ربنا، يعني كلمه الله، ولكن في كتاب كله محوره هو شخص المسيح. فنلاقي ان في بعض الشخصيات بتتاخد رمزيه لشخص المسيح، وفيها رموز كتير حصلت، وفيها رموز كتير لشخص المسيح نفسه. يعني حتى لما اتكلمنا قبل كده عن خيمه الاجتماع، لقينا ان خيمه الاجتماع كلها بتتكون من رموز حقيقيه لشخصيه واعمال وسلوك وطبيعه شخص المسيح لكل المجد. يمكن ناس كتيرة بتحاول انها تبعد عن العهد القديم، ما بتفهمش منه حاجة، ملعبك مليان حاجات ملهاش لازمة، شايفينها قصص، شايفينها ملهاش موضوعية. ناس كتيرة تقولك احنا دلوقتي بقينا في عهد النعمة، ملناش دعوة بالعهد القديم. قال لهم لا يا جماعة، الكتاب المقدس عندنا هو وحدة واحدة، عشان كده هو اسمه الكتاب المقدس، واللي كتبه شخص الروح القدس، واستخدم 40 قلم في كتابة هذه الأصفار اللي موجودة وهذه الرسائل اللي موجودة في كلمة الله. فهذه 40 شخصية اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي كتبت الأصفار والإصحاحات اللي موجودة في الكتاب المقدس، كل ما سوق به بالروح القدس. الروح القدس هو اللي عمل كل الكلام ده، عشان كده اسمه الكتاب المقدس. لكن ناس كتيرة بتبعد عن العهد القديم زي ما قلنا عشان ما بتفهموش، ما بتستوعبوش. لكن لو بصينا في العهد القديم هنلاقي نفسنا بنشوف العهد الجديد لكن عليه تشويش، زي ما يكون عليه ضباب، لا مظلل، مش واضح قوي. لكن لو دققت فيه هتعرف ان هو بيبين العهد الجديد لكن بصورة غير واضحة جدا. لكن بنلاقي في العهد الجديد بيظهر العهد القديم كله واضح. ليه؟ لأن العهد الجديد تمم ووضح كل النبوات اللي موجودة عن شخص المسيح في العهد القديم. وأيضا في شخصيات كتير في العهد القديم بترمز عن شخص المسيح، ومن ضمنها الشخصية اللي احنا بنتكلم من خلالها في هذه السلسلة الرائعة. أظن أنتم محتاجين أن أنتم تعرفوا احنا بنتكلم عن مين وبنتكلم في إيه بالظبط في هذه السلسلة. لكن في الأول أحب أرحب وأحيي أخي وصديقي وشريكي في هذه السلسلة الرائعة جناب القسيس سمير بشرى. اهلا بيك حضرة القسيس. اهلا بحضرتك، والرب يدينا فرصه مباركه نمجد فيها اسمه. امين، ربنا يباركك. بصراحه احنا بنسعد جدا لما بنتقابل، وبالذات لما بنخش في دراسه في كلمه الله، لان هو ده اساس فكرنا. يعني الهمسات اللي احنا بنقولها للناس هي همسات روحيه، همسات كتابيه من كلمه الله، عشان ناس كتيره ما عندهاش وقت، العالم واخدها، لكن الرب ثقل على قلوبنا ان احنا نوصل كلمة الحق باستقامة، علشان ما تتشوش وما دماغك ما تلفش وتروح وتيجي، لكن ركز معانا وهتفهم وهتعرف حاجات كتيرة. هو ده هدف البرنامج. في بداية حلقتنا هتلاقيه استرفعنا في طلبة صلاة بعد اذنك. امين امين. الهنا العظيم المبارك، بنمجد اسمك ونعليك لانك انت ابونا السماوي، نهديك كل المجد والكرامة والسجود والتعبد، لأنك أحبتنا حتى المنتهى. نشكرك من أجل كل رعاية وعناية لشعبك والمؤمنين باسمك، لأنك أنت يدك القديرة هي اللي بترعى الجميع. يا رب بنصلي وبنطلب طلبة خاصة بمسحة من الروح القدس على الكلمة، بركة للمشاهدين في كل مكان، بركة للعاملين في هذه القناة. أعطينا يا رب وقت نمجد فيه اسمك ونعليك، في اسم الرب يسوع نصلي. آمين آمين آمين. رب يباركك حضرة القسيس، وإحنا بندخل محضر الرب بترنم ودياره بالتسبيح، وزي ما بنتكلم عن شخصية المسيح، وهو ده هدف كل إنسان في الكتاب المقدس وفي العهد الجديد بالذات، إن الإنسان محتاج إن هو يعرف إن الرب محوطه. فتعال صلي الترنيمة دي، تعال بينا كلنا نصلي مع بعض الترنيمة دي، ونقول يا رب لإيديك محوطاني، علشان أنت عنايتي وكفايتي.
وطني لحضنك وضماني وعنايا إلهية هي كل ضماني هي كل ضماني ديدي محوطاني لحضنك وضماني وعنايا إلهية هي كل ضماني هي كل ضماني بحياتي تشهد لك توصف غنى رعيتك بعصاك وعكازك تعلن غنى عنيتك بحياتي تشهد لك توصف غنى رعيتك بعصاك وعكازك تعلن محوطاني لحضنك وضماني وعنايا إلهية هي كل ضماني هي كل ضماني من قبلها فدتني من موتي أحيتني وفي وقت ما رفضتك أنا جيت أنت حبتني من قبلها فدتني من موتي أحيتني وفي وقت ما رفضتك أنا جيت حبتني دي محوطاني لحضنك وضماني وعنايا إلهية هي كل ضماني هي كل ضماني مديون أنا لحبك رح أعيش حسب قلبك وأحكي بمعروفك وأشكر جزيل كرمك مديون أنا لحبك رح أعيش حسب قلبك يا رب وأحكي بمعروفك وأشكر جزيل كرمك بإيديك محوطاني لحضنك وضماني وعنايا إلهية هي كل ضماني هي كل ضماني بإيديك محوطاني لحضنك وضماني وعنايا إلهية هي كل ضماني هي كل ضماني إيدين الرب محوطانا مهما كان. والنهاردة بنتكلم عن شخصية واضحة جدا في كلمة الله، وهي شخصية بتتكلم عن شخص المسيح. هو بطل والمسيح بطل. والنهاردة يمكن هنتكلم عن هذه التشابهات اللي موجودة في هذه الشخصية الغريبة الفريدة اللي اتكلمنا عنها في 4 حلقات قبل كده، وهي شخصية مردخاي. عرفتوا احنا هنتكلم عن بطل خلف الستار، والنهاردة الجزء الخامس. حضرسيس لو نفتكر مع بعض الجزء الرابع آخر مرة اتكلمنا فيها ايه اللي حصل
في هذه الأحداث اللي بانت في الإصحاحات اللي احنا وقفنا عندها لغاية الإصحاح الثامن، وبنكمل بعد كده ايه اللي حاصل بعد كده. الحلقة اللي فاتت كان موضوع الحلقة الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه، دي آية مذكورة في سفر الأمثال 11:8. هقولها تاني، الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه. شفنا كان هامان الرديء بيدبر خطة لصلب مردخاي تنقلب عليه الأمور ويصلب هو على نفس الصليب اللي كان معده لمردخاي، ويكون هذا الصليب هو مكان وموقع هزيمته بل موته، ويكرم مردخاي ويطير نوم الملك فيبحث في سفر أخبار أيام المملكة ويقرأ، لأنه ظهر له حلم إن في رجل بيقول له إن في واحد، أنت هامان كان عايز ياخد منك الملك، وفي واحد حماك من المؤامرة وأنت ما كرمتهوش. وقال له لما يجي لك الراجل أول واحد يدخل القصر قل له ماذا يفعل رجل سر الملك أن يكلمه أن يكرمه. نعم. فقال لهم سمع حد داخل، فقال له الحراس من بالبيت، أي بيت الملك، فقالوا له هامان اللي موجود. راح سألوا على الفور ماذا يفعل رجل يصر الملك بأن يكرمه، قال له بقى شوية حاجات، قال له هامان فكر ان الكلام عليه هو، قال مين هيصر الملك يكرمه اكتر مني، فراح اتكلم على نفسه، يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك وبالفرس الذي يركبه الملك وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، ويدفع اللباس والفرس لرجل من رؤساء الملك الأشراف، ويلبسون الرجل الذي سر الملك بأن يكرمه ويركبونه على الفرس في ساحة المدينة وينادون قدامه، هكذا يصنع للرجل الذي يصر الملك بأن يكرمه. كان رد الملك عليه، قال له فقال الملك لهامان اسرع وخذ اللباس والفرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك، لا يسقط شيء من جميع مما قلته. طبعا هامان صعق بان الموضوع ده مش ليه هو كما كان يظن، بل صار لعدوه الذي لا يحترمه ولا يسجد أمامه عند عبوره أو دخوله أو خروجه، وكان معتبره عدو له. كان مردخاي بيطبق الشريعة اللي بتقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. نعم. باختصار رجع هامان مغموم إلى بيته ومراته بتسأله إيه اللي حصل؟ مالك؟ قال لها حصل كذا وكذا وكذا، جاب الحكماء والمستشارين وأصدقائه، قالوا له أنت بس زعلان من مردخاي؟ اعمل، أنت مش معاك خاتم الملك؟ اعمل أمر ملكي وقول للملك إن في شعب بيخالف سنن الملك وبيخالف قوانين المملكة والشعب ده رديء، وأصدر أمر بالإبادة ليهم، وإخلص بس مش من مردخاي، من مردخاي وشعبه كمان. فعلا عمل مردخاي مرسوم ملكي، والملك كان بيشرب فوافق على الكلام اللي بيقوله، ما كانش، كان ملك مستهتر لا يهتم بالرعية ولا بالشعوب اللي حواليه، وخلاه أصدر هذا الأمر بختم الملك. باختصار تتقلب الآية وأستير بتعمل الوليمة التانية للملك، وفي الوليمة التانية
قال لها: ما هو سؤلك يا إستير الملكة فيعطى لك، وما طلبتك ولو إلى نصف المملكة تقضى؟ نعم. فقالت له: إن كنت وجدت نعمة في عينيك أيها الملك وإذ حسن عند الملك فلتعطي لي نفسي بسؤلي، يعني أنا طلبتي إنك تنجي حياتي وشعبي بطلبتي، لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكتت، مع أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك. فقالت، رد عليها الملك وقال لها: من هو اللي عمل الحكاية دي، وأين هو الذي يتجاسر بقلبه على أن يعمل هكذا؟ فقالت أستير: هو رجل خصم وعدو. وراحت مشاورة على همان، قالت: هذا همان الرديء. نعم. رد الفعل بيقول: فارتاع همان، حصل له رعب، فارتاع همان أمام الملك والملكة، وقام الملك بغيظه عن شرب الخمر إلى جنة القصر، قام من المائدة اللي كان بيشرب فيها وراح على حديقة القصر يشم هوا، يتمشى من اللي المؤامرات اللي بتحيط بيه وهو متغاظ جدا. لكن هامان وقف يتوسل عن نفسه إلى أستير، لأن رأى أن الشر قد أعد عليه من قبل الملك. لكن لما رجع الملك لقى أن هامان متوقع على السرير اللي كانت عليه الملكة أستير، فكان رد فعل الملك عنيف جدا، وقال: هل أيضا يجبس الملكة معي في البيت؟ ولما خرجت الكلمة من فم الملك غطوا وجه هامان، وهنا معنى أن الحراس بيغطوا وجهه، يعني صدر عليه أمر بالقتل خلاص، فمش عايز يشوف وشه تاني. والناس راحوا قالوا له الحراس، واحد من الخصيان بتوع الملك قال له: هوذا الخشبة أيضا التي عملها هامان لمردخاي الذي تكلم بالخير نحو الملك، قائمة في بيت هامان ارتفاعها 50 ذراعا. فقال الملك: اصلبوه عليها. فالصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه. فصلبوا هامان على الخشبة التي أعدها لمردخاي، ثم سكب غضب الملك. بعد كده الملك عظم مردخاي، ولما عظم مردخاي خلاه هو مكان هامان، وأعطى بيت هامان للملكة أستير تتصرف فيه، القصر بتاعه تتصرف فيه زي ما هي عايزة. وطلبت الملكة أستير مرة أخرى، سقطت عند رجلين الملك وتضرعت إليه وقالت له أن شر هامان الأجاجي وتدبيره اللي دبره على اليهود، من أجل كده هي تضرعت إلى الملك. فالملك مد قضيب الملك ليها، وقامت أستير ووقفت أمام الملك وقالت: إذا كان حسنا عند الملك وإن كنت قد وجدت نعمة أمامه واستقام الأمر أمام الملك وحسنت أنا لديه، فليكتب لكي ترد كتابات تدبير هامان ابن هماداثة الأجاجي التي كتبها لإبادة اليهود الذين في كل بلاد الملك. نعم. لأني كيف أستطيع أن أرى الشر الذي يصيب شعبي، وكيف أستطيع أن أرى هلاك جنسي؟ الملك قال لها: اللي أنت عايزاه اعمليه. وأصدروا أمر مضاد للأمر بتاع هامان، إن هم في اليوم اللي أرقى فيه القرعة هامان، يوم 13 من شهر ال 12 اللي كان حيبيت فيه اليهود، وأصدر أمر لكل الممالك ومش يبدهم وينهب ممتلكاتهم ويسلبهم، أصدر خلى هامان أستير ومردخاي يصدروا أمر مضاد، لأن شريعة الملك فارس لا ترد. فأصبح في أمرين: أمر بالإبادة، وأمر تاني إن اليهود يدافعوا عن نفسهم،
وكمان ان العاملين مع الملك والرؤساء والمرازبة وكلاء الملك هينفذوا هذا الامر الجديد، وكان متوقع ان تحصل حرب اهلية. بكده انتهينا عند الفصل الثامن، وكان في نهايته في شيء جميل قوي. بيقول كده في الاصحاح الثامن ومن عدد 15: وخرج مردخاي من امام الملك بلباس ملكي اسمنجوني وابيض، وتاج عظيم من ذهب، وحله من بز وارجوان، وكانت مدينة شوشن متهللة وفرحة، وكان لليهود نور وفرح وبهجة وكرامة في كل بلاد ومدينة، في كل بلاد ومدينة، كل مكان وصل إليه كلام الملك وأمره كان فرح وبهجة عند اليهود وولائم ويوم طيب. وكثيرون من شعوب الأرض تهودوا لأن رعب اليهود قد وقع عليهم. شفنا لما صدر الأمر الأولاني من هامان إن مدينة شوشن القصر باتت حزينة، لما صدر الأمر الثاني إن المدينة صارت متهللة وفرحة، وصار فرح في كل بلاد فارس وفي كل البلاد اللي تحت حكم ملك فارس. كان هدف هامان إنه يبيد الشعب اليهود اللي حيجي منه نسل المسيح، لكن بنشوف هنا ان الرب اعطى كرامة وكثير من الشعوب تهودوا اصبحوا يهود. يعني هدف الشيطان يبيد الشعب في النهاية بنشوف ان عكست الخطة، عكس خطة هامان وانقلبت عليه، وشعب اليهود انضم لي شعوب كثيرين من أمم أخرى. أليس هذا ما فعله الشيطان مع السيد المسيح؟ أنه أعد له صليبا وتآمر رؤساء وملوك الأرض معا، وتحالف مع رؤساء الكهنة مع يهوذا، وخان وباع سيده لكي ما تنتهي قصة المسيح بالصلب والقتل. لكن بنشوف بموت وقيامة المسيح انضم الكثيرين إلى شعب الرب بدل ما يباد المسيح وكأنه قطع نسله من الأرض. بنشوف إن هو بيمتد وما زال يمتد وسيمتد إلى مجيء الرب، وليعرف العالم كله والشعوب كلها تعرف المسيح ربا ومخلصا لمجد الله الآب. أمين، أمين أمين أمين. ونبدأ في نهاية هذا السفر من إصحاح 9، وبنختم مع بعض هذا السفر وبنشوف إيه الموقف اللي حصل في النهاية مع هذا الشعب المختار اللي الرب اختاره. ومن خلال هذه الأحداث نبدأ نطلع الرموز اللي بيرمز لها شخصية مردخاي كرمز للمسيح، لأن ناس كتيرة يقولك هو فين، ما ذكرش اسم المسيح خالص في الموضوع، ولا اسم الله حتى، ولا اسم الله، لفظ الجلالة لم يذكر في سفر أستير. لكن بنلاقي أن هذا السفر بيوضح شخصية مردخاي كرمز واضح وحقيقي للمسيح. فنبدأ نخش بقى في موضوعنا النهاردة أو في نهاية هذا السفر، الإصحاح الثاني، الإصحاح التاسع. نعم، بنشوف انتصار اليهود، بيسجل انتصار اليهود على أعدائهم. بيقول: وفي الشهر الثاني عشر أي شهر أذار، في اليوم الثالث عشر منه، ده الموعد بتاع القرعة اللي ألقاها على إبادة اليهود، تبقى في أي شهر وفي أي يوم، في يوم 13 من الشهر الاثناشر، حين قرب كلام الملك وأمره من الإجراء، في اليوم الذي انتظر فيه أعداء اليهود أن يتسلطوا عليهم. نعم، اللي حصل فتحول ذلك، انقلب الموضوع حتى إن اليهود تسلطوا على مبغضيهم. يعني بدل ما يبيدوا اليهود، اليهود اللي تسلطوا على مبغضيهم علشان القرار التاني لغى الأولاني. نعم،
فاجتمع اليهود في مدنهم في وحدة، والكنيسة لازم تبقى متحدة. ياريت الشعب يبقى متحد وكنيسة الرب متحدة، متبقاش فرادي عشان لا ينفرد بها عدو، لأنه لو كانوا فرادي كان العدو كان فتك بيهم واحد ورا التاني. اجتمع اليهود في كل مدنهم في كل بلاد الملك أحشاويرش ليمدوا أيديهم إلى طالبي أذيتهم، فلم يقف أحد قدامهم لأن رعبهم سقط على جميع الشعوب. وكل رؤساء البلدان والمرازبة والولاة وعمال الملك ساعدوا اليهود، لأن رعب مردخاي سقط عليهم، لأن مردخاي كان عظيما في بيت الملك، وصار خبره في كل البلدان، لأن الرجل مردخاي كان يتزايد عظمة، لأن رعب مردخاي سقط عليهم. خافوا منه. طب هو لما يبقى إنسان ذو سلطة هل ده يخوف، ولا هو إنسان من أساسه كان متواضع، وكان حتى لدرجة أما رجع وعرف إن هو مكرم في البلد راح وقعد تانية قدام باب القصر كخادم قدام الملك، ما دخلش ولا تعظم. أنا بشوف في رمز للرب يسوع اللي وجد في الهيئة كإنسان، وجد كعبد، ومن أجل ذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم. نعم. وبنشوف هنا مردخاي اللي كان كعبد حارس قدام باب الملك ومخلص وأمين وأدى العمل بتاعه بكل إخلاص، المهمة الموكل بيها لحراسة الملك، بنشوفه أن يصبح تاني رجل في المملكة بمثابة رئيس وزراء، وأصبح ليه كلمة مسموعة وختم الملك في إيده، بيصدر الأوامر وبيلبس تاج من ذهب وليه كرامة رهيبة وتعظم جدا. والرب يسوع بعد ما أتم خطة الآب السماوي على الصليب قام منتصرا وجلس في يمين العظمة عند الآب، وستسجد له كل ركبة مما في السماء ومما على الأرض ومما تحت الأرض، وتعترف به ربا ومسيحا لمجد الله الآب. أمين. في هنا هو أعتقد أن بعض الناس بيفكروا أن مردخاي علشان بقى رجل التاني في المملكة فأخذ مكان همان، وهمان كان متسلط وكان مرعب للآخرين، ففكروا أنه هو هيبقى بنفس المستوى، عشان كده كانوا خايفين ومرعوبين من تسلط مردخاي في الحكم. هل ده يعتبر صحيح؟ ولا مردخاي المفروض ان هو ما كانش يعني يرعبهم بالشكل ده؟ مردخاي بيقول عنه الكتاب ان كان عظيما في بيت الملك، صار عظيم، ومن عظمته كانت مش الناس تخافه، الناس تهابه. لكن هامان الشرير كان الناس بتخاف من مؤامراته ومن غدره. تفرق كتير. بس الكتاب بيقول ان الناس وقع عليهم رعب لما مردخاي مسك الرعب للاعداء. خافوا انه ينتقم منهم، يعني الاعداء اللي هم نسل عماليق اللي كان من شعبه، اللي كان هامان من هذا الشعب. حصل عليهم رعب لان مردخاي ممكن ينتقم من اعدائه، فهم دول اللي حصل لهم الرعب. وحنفهم ليه في بقية الإصحاح إزاي حصل الرعب، وإزاي إن هم من نسل لما يجي يوم 13 من الشهر الـ 12 معاد تنفيذ الأمرين المتضاربين. الأمر الأول اللي كان من هامان بإبادة اليهود، والأمر الثاني اللي كان كتبته أستير ومردخاي وبختم الملك أيضاً، بأن اليهود يحموا نفسهم ويدافعوا عن نفسهم وياخدوا نفوس أعدائهم. فحنشوف أن حصل رعب لأعداء اليهود. نكمل. لأني في الأمر بيقول كده في الأمر، طب كويس أن أنت قلت الحتة دي، عشان بيقول كده في الأمر
وبختم بخاتم الملك وأرسل رسائل بأيدي بريد الخيل. بيقول أعطى الرسالة من رسالة الملك عن اليهود في مدينة المدينة، وأن يجتمعوا ويقفوا لأجل أنفسهم، يعني يدافعوا عن نفسهم، ويهلكوا ويقتلوا ويبيدوا قوة كل شعب وكورة تضادهم، حتى الأطفال والنساء، وأن يسلبوا غنيمتهم في يوم واحد في كل كورة الملك أحشاويرش. الحقيقة اليهود طلعوا أسمى من أن هم يقتلوا الأطفال والنساء ويسلبوا، قتلوا الأعداء الرجال لكن لم ينهبوا ممتلكاتهم، ولم يقتلوا، لم يذكر أن هم قتلوا النساء والأطفال. فاليهود حتى في تصرفهم تصرفوا بنبل ضد الأعداء. الأعداء كان عايز ينهب، علم بين المرسوم بيقول ان هم يقتلوا كل حد حتى ويسلبوا ممتلكاته. هم ما سلبوش الممتلكات، لكن ثلاث مرات ثلاث مرات في صح 9 يذكر ان هم لم ينهبوا ممتلكاتهم ثلاث مرات. كل الكلام على ان هم قتلوا الرجال، كل الكلام الاعداء اللي كانوا متربصين عشان يقتلوهم هم قتلوا اعدائهم، نعم، لكن لم ينهبوا، لم يمد ايدهم للنهب زي ما هامان كان عايز ينهب اليهود ويدي 16 ولا 15 ألف وزنة من الفضة للملك، من كان حيديها من ممتلكات اليهود، كان حينهب الممتلكات كمان، فكانت إبادة بنهب بافتراء. التانيين لا، وقفوا يدافعوا عن نفسهم مع أن الأمر الملكي أن هم يعملوا زي ما كان هامان عايز يعمل فيهم، لكن هم ما عملوش كده. من أول عدد 5، فضرب اليهود جميع أعدائهم ضربة سيف، وقتل وهلاك قتل وهلاك، وعملوا بمبغضيهم ما أرادوا، وقتل اليهود في شوشن القصر وأهلكوا 500 رجل وأولاد هامان. قتلوهم، لكن بيقول إيه؟ فقتلوهم ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب. ما سرقوش ولا نهبوا حاجة، علما بأن هامان كان هدفه السرقة والنهب طبعا، وإبليس هدفه أنه يسرق ويهلك ويذبح. نعم، لكن هامان، ما قلنا هامان كان رمز الشيطان الذي يسرق، ولكن مردخاي وشعبه ويجذب كان هدفهم أن هم يبقوا فعلا مثل حي لفكر المسيح اللي علمه لنا. تفضل كمان. طيب، في ذلك اليوم أتي بعدد القتلى في شوشن القصر إلى بين يدي الملك، فقال الملك لأستير الملكة في شوشن القصر: قد قتل اليهود وأهلكوا 500 رجل وبني هامان 10، فماذا عملوا في باقي بلدان الملك؟ فما هو سؤلك ويعطى لك، وما هي طلبتك بعد فتقضى؟ فقالت أستير: إن حسن عند الملك فليعط غدا أيضا لليهود الذين في شوشن أن يعملوا كما في هذا اليوم، ويصلبوا بني هامان 10 على الخشب. فأمر الملك أن يعملوا هكذا، وأعطي الأمر في شوشن القصر، فصلبوا بني هامان 10. آمين. ده أهم شيء، إن هم الشر وتابعي. ثالث مرة بيسألها: فما هو سؤلك؟ في سفر أستير دي تالت مرة يسأل الملكة: أنت طلبتك إيه؟ ويديها طلبتها. شافت الملكة أستير إن في جيوب للمقاومة، وفي مازال أعداء متربصين تبع هامان وتبع نسل عماليق، فحبت تاخد يوم تاني تقضي فيه على كل الأعداء الموجودين عشان تنهي أي مؤامرة بيفكروا للانتقام بيها من مردخاي. فطلبت يوم آخر اللي هو يوم 14، فقالت: إن حسن عند الملك فليعطى غدا أيضا لليهود الذين في شوشن أن يعملوا في هذا اليوم، وعشان تنهي أي أمل لأقارب هامان من نسل عماليق اللي هو مكتوب عنه في سفر الخروج للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور. قالت إني
الأولاد همان يعلقوا على الصلبان بعد ما قتلوا علشان يوقع الرعب في قلوب الأعداء وينهي أي فكر ليهم إن هم بخطة مضادة ينتقموا من اليهود أو من مردخاي. نعم. ده كان هدفها، إن هي تعطى يوم آخر في شوشن القصر فقط، يعني كان كل المعركة كانت في يوم واحد، يوم 13 في كل كور المملكة، 127 كورة أي إقليم، لكن في العاصمة نفسها كانت مركز المؤامرة من هامان وقرايب هامان واللي هم من نسل عماليق، فحبت تقضي على كل الجيوب المقاومة لمردخاي والشعب الرب. اقرأ لنا من عدد 15. ثم اجتمع اليهود الذين في شوشن في اليوم الرابع عشر وأيضا من شهر آذار، وقتلوا في شوشن 300 رجل، ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب. دي تاني مرة برضو ما فيش نهب. أيوة. فيش سلب، ما فيش نهب. وبقي اليهود الذين في بلدان الملك اجتمعوا ووقفوا لأجل أنفسهم واستراحوا من أعدائهم، وقتلوا من مبغضيهم 75,000، ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب، برضو ما نهبوه مرة ثالثة. وفي اليوم 13 من شهر آذار، واستراحوا في اليوم 14 منهم، وجعلوا يوم شرب وفرح، واليهود الذين في شوشن اجتمعوا في اليوم 13 و14 منهم، واستراحوا في 15 وجعلوا يوم شرب وفرح. آمين آمين. بنلاحظ هنا حاجتين. أول حاجة بيكرر زي ما قلنا إن هم لم يمدوا أيديهم إلى النهب 3 مرات للتأكيد، لأن اللي كان عايز ينهب ويسلب ويقتل هو هامان اللي هو رمز للشيطان الشرير، لكن بيقولوا إن هم وقفوا ضد أعدائهم، وقفوا لأجل أنفسهم. لأجل أنفسهم يعني إيه؟ حماية لنفسهم، لأن كان الأعداء متربصين إن هم يقتلوهم، لكن استراحوا في اليوم 14 من الشهر وجعلوه يوم شرب وفرح، جعلوه يوم عيد. في الترجمة السبعينية بيذكر ان العدد 15,000 مش 75,000، فربما الرقم بيكون مغلوط، ان الرقم 75,000، لان الارقام كانت بتكتب بالحروف والحروف كانت غير منقطة باللغة العبرية. اليهود اجتمعوا في اليوم 14 واعتبروه عيد الفوريم، احتفلوا بالفوريم. الفوريم جمع كلمة فور، وفور بالفارسي يعني يوم القرعة. القرعة اللي عملها هامان لما جاب السحرة والمنجمين عشان في يوم واحد يقضي على شعب اليهود، لكن في نفس هذا اليوم صار بدل ما هو مناحة عند اليهود وقتل وذبح ونهب، أصبح يوم عيد وفرح وشرب وفرح بالنجاة. كان الشيطان معد الصليب، وكانت بنات أورشليم يبكن على المسيح، والتلاميذ كانوا في حالة حزن شديد، لكن في نفس موقعة الصليب انتصر المسيح. نعم. على كل قوات الشر والظلمة اللي غطت الأرض، وقام بإشراق نور صباح جديد، وقام بقيامة جديدة، وقام وأقام كل البشرية لفجر جديد بنور جديد، وصار فرح، وصار يوم قيامة الرب كل أسبوع هو عيد، بل نحتفل أيضا كل سنة بهذه المناسبة، بل كل أسبوع في كل يوم حد لما بنذهب للكنيسة نحن نعيد للمسيح الذي قام منتصرا وغالبا الموت وظافرا بإبليس، لكل المجد. آمين آمين آمين. وده نلاقي أن في عيد الفصح اللي هو اليوم 14 برضو كان مناسب قوي، يوم 14 سبعتين يعني 2 القوة و7 في 7، يعني 7 7 زائد 7 2،
والسبعة ده رقم الكمال، ويوم ال 14 هو اليوم اللي المسيح قدم نفسه فيه ذبيحة عن البشرية كلها. ونلاقي إن الناس كلها محتاجة إنها تفهم المعاني الرمزية اللي موجودة في كلمة الله، لأن ليها معاني كتيرة بترمز لشخص المسيح. والمسيح لكل المجد قال: أنا لم آتي لأنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل نواقص الإنسان يعني، وأتمم كل النبوات اللي قيلت عني في العهد القديم. مهم قوي إن أنت تفهم إن كل الكتاب هو موحى به من الروح القدس، وروح الله هو الروح القدوس، هو الروح الذي يكتب هذه الكلمات ويستخدم الأقلام الأربعين في كتابة هذا الكتاب الرائع اللي هدفه كله إنه يمجد شخص المسيح ويعلن مجده في كل مكان. مهم قوي إن الناس تفهم العمق اللي موجود في كلمة الله، مش بس إنها تقراها كقصة أو كحكاية أو كسرد أي كلام وخلاص. واحد مرة قالها لي، قال لي إيه لازمتها إن إحنا نعرف الأشخاص دي ولا نعرف الناس دي ولا نعرف. إحنا خلص، إحنا في عهد النعمة، الموضوع انتهى بالنسبة لنا. لكن لو رجعت للمعاني الروحية اللي موجودة في كلمة الله هتفهم إن هذا الكتاب صالح لكل زمان ولكل مكان. ونكمل ونشوف إيه اللي حصل بعد كده هو في هذا الشعب نتيجة الفرح اللي حصل معه. ممكن تقرأنا من عدد 20؟ نعم. وكتب مردخاي هذه الأمور وأرسل رسائل إلى جميع اليهود الذين في كل بلدان الملك أحشاويروش القريبين والبعيدين، ليوجب عليهم أن يعيدوا في اليوم الرابع عشر من شهر آذار واليوم الخامس عشر منه في كل سنة حسب الأيام التي استراح فيها اليهود من أعدائهم، والشهر الذي تحول عندهم من حزن إلى فرح ومن نوح إلى يوم طيب، ليجعلوها أيام شرب وفرح وإرسال أنصبة من كل واحد إلى صاحبه وعطايا للفقراء. فقبل اليهود ما ابتدأوا يعملونه وما كتبه مردخاي إليهم، لأن هامان ابن هامداس الأجاجي عدو اليهود جميعا تفكر على اليهود ليبيدهم، وألقى فورا أي قرعة لفنائهم وإبادتهم. وعند دخولها إلى أمام الملك أمر بكتابة أن يرد تدبيره الرديء الذي دبره ضد اليهود على رأسه، أن يصلبوه هو وبنيه على الخشبة. آمين آمين. وده طبعا أصدر يوم القرعة. أصدر أمر مردخاي أن يكون لكل المدن اللي فيها اليهود أن اليوم الـ14 والـ15 يكون يوم عيد وفرح. نعم. وتقلب الحزن والنواح إلى فرح. نعم. وجعلوه يوم شرب وفرح وإرسال أنصبة أي هدايا لكل اليهود، وابتدأوا يعطوا كمان عطايا للفقراء. يعني مش بس إن هم يفرحوا كيهود، لكل الفقراء كانوا بيعطوا عطايا. وابتدأ ونفذوا كل ما أمر به مردخاي، وأصبح عيد من الأعياد المعتبرة عند اليهود ويحتفلوا به من سنة لسنة. نعم. وأصبح يوم الفوريم اللي هو يوم القرعة اللي كان حيبقى يوم إبادة وحزن ونوح وهلاك، أصبح يوم فرح ونجاة وسرور وعطايا. قررنا من عدد 27. أمين. بس قبل ما نبدأ نكمل معنا تليفون من الأخ بولس. أهلا وسهلا بك أخ بولس. تحياتي وأشواقي للجميع. الرب يباركك. يعني كنت حاب أحكي عن مردخاي وأستير اللي هم. نعم. تاريخ يعني تاريخ حافل بتاريخ اليهود. نعم. لأنه مردخاي هو عم أستير، وينسب له الفضل في إنقاذ الشعب اليهود من القتل عيد وزير الملك. أكمل حديثي معي ولا؟ أتفضل سمعينك يا أخو بولس. وأستير كانت رقاصة أعجب بها الملك وتزوجها، وعلمت به بخطة هامان وزير الملك للقضاء على اليهود، فأقنعت الملك بالإبقاء على اليهود، ونجحت مؤامرة مردخاي وأستير، وسمى إعدام أمان وسمى إنقاذ اليهود. بعدين بعدين بيحتفلوا سنويا بيوم الفوريم في الأعياد من اليهود كمان طبعا. نعم. بعدين في شغلة مهمة كمان، اشتهرت أستير
في احلى، نحن نشوف الستاربكس بامريكا وبالعالم، شعار الستاربكس هو كمان لاستير، اذا واحد بيطلع عليه يعني، لو واحد يهودي كمان المحل هذا يعني بيعتز بيحترموها وبقدروها، حتى فتحوا كل ستاربكس باسمها، شعار الستاربكس كله لاستير. لا حخلفك في الموضوع ده يا اخ بولس، معلش. شعار ستاربكس هو الملكة عشتروس مش أستير. ليش بيقولوا لا 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 أستير يعني هذا التاج الخماسي؟ لا لا, لا هي العشتروس الآلهة اللي هي كانت زوجة وسنية. إله البعل الوثنية. نعم. وليس الأستير. أستير كمان لما الملكة وشتي رفضت أمر الملك إن هي تلبس اللبس الملكي وتتمشى قدام عظماء المملكة في الحفلة اللي كان عاملها الملك، الملك غضب ونحاها من الملك، وقالوا له المستشارين يختار واحدة جميلة من الشعب، فاختاروا عدة بنات، فدفعها مردخاي من ضمن البنات اللي كانوا ليختار منهم الملك ملكة جديدة، فوقع اختيار الملك على بعد إعداد لها حوالي ست شهور بالطيب والمر والكذا والكذا والبروتوكول، اختارها الملك ان هي تصبح ملكة مكان الملكة وشتي، وده كان الرب أعدها لمثل هذا اليوم، لأن لما جت هامان ودبر هذا الأمر إن هو يبيد مش مردخاي عدوه بس، لكن يبيد كل الشعب، بنشوف مردخاي بيقول لها آية مهمة جدا في إصحاح 4، بيقول لها لما قال لها طلب منها تدخل على الملك بعد ما صدر أمر الإبادة وصارت مناحة، ومردخاي مزق ثيابه وصرخ في وسط المدينة، قال لها آية مهمة جدا مفتاحية تفهمنا السفر ده بيتكلم عن إيه، قال لها لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود، لأنك إن سكتي سكوتا في هذا الوقت يكون الفرح والنجاة لليهود من مكان آخر. شوف القوة الإيمان بتاعه إيه. وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون، ومن يعلم، خلي بالك بقى المفتاح بقى اللي الرب اختارها ليه، اللي كان فهمه قوي مردخاي، ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك أو إلى الملك. فمردخاي كان فاهم إن الرب أعد أسير بنت أخوه الصغيرة، أعدها للملك للوقت اللي كان الشيطان بيدبر فيه مؤامرة لإبادة الشعب اليهودي، وكان المقصود بها إبادة النسل اللي يجي منه المسيح. طبعا ده كان فكر شيطاني، ده كان فكر شيطاني، لأن هامان كان الأجاجي، كان من نسل عماليق، ونسل عماليق هو مكتوب في سفر الخروج إن للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور. نعم. يعني من مرة لمرة أو من سنة لسنة، فكان هامان يمثل الشيطان في بس هل ما تم إعدام هامان؟ هامان الصليب الذي أعده لمردخاي عندما اكتشفت المؤامرة بتاعته، الصليب اللي أعده ليصلب عليه مردخاي الذي كان يرفض السجود له، نفس هذا الصليب اللي أعده صلب عليه هامان لما اكتشفت المؤامرة، ان كان هامان وراء المؤامرة لقتل الملك، والاثنين الخصيان دول كانوا تبعوا هامان، لانه كان يريد ان يعمل انقلاب ويقفز على الملك او على الحكم، واللي كانوا بينفذوا المؤامرة لقتل الملك كانوا تبعوا بينفذوا خطته، وكان مردخاي اللي انقذ الملك لما سمع بالمؤامره وقال للملكه استير، فانقذ وخبرت استير بالمؤامره اللي هتحصل لقتل الملك، وعلم الملك بان الامر ده صحيح، ومسك الخصيان واعدمهم، لكن ما كانش عارف مين اللي وراهم، اللي كان حقيقي وراهم كان هامان الاجاجي، هو اللي كان عايز يريد الملك، وكان ده اللي كشفته أستير وكشفه مردخاي، وعشان كده الملك صلب هامان على نفس الصليب الذي أعده لمردخاي.
آمين. نعم. شكرا سمير يا حبيبي. الرب يباركك. الله يسلمك. شكرا. الرب يباركك. نرجع ونكمل من عدد 27. اتفضل يا رب. وبيقول اوجب اليهود وقبلوا على انفسهم وعلى نسلهم وعلى جميع الذين يلتصقون بهم حتى لا يزولوا ولا لا يزول وان يعيدوا هذين اليومين حسب كتابتهم وحسب اوقاتهم كل سنه، وان يذكر هذان اليومين ويحفظ في دور فدور وعشيرة فعشيرة وبلاد في بلاد ومدينة في مدينة، ويوما الفور هذان لا يزولان من وسط اليهود وذكرهما لا يفنى من نسلهم. آمين. وكتبت أستير الملكة بنت أبيجال ومردخاي اليهودي بكل سلطان بإيجاب رسالة الفوريم هذه ثانية، يعني كتبوها مرة تانية. نعم. وبعتوا أرسلت الكتابات إلى جميع اليهود إلى كور مملكة أحشاويروش 127 بكلام سلام وأمانة. مهم قوي إن الناس تفهم هذا الكلام، لأن الكتابة الملكية لا يمكن إنها تتغير، لإيجاب يومي الفوريم هذين في أوقاتهما كما أوجب عليهم مردخاي اليهودي وأستير الملكة وكما أوجبهم على أنفسهم وعلى نسلهم. أمروا أمور الأصوام وصراخهم، وأمر أستير أوجب أمور الفوريم هذه، فكتبت في السفر. آمين آمين. بنشوف إن هنا ملخص لإصحاح 9 إن اليهود مدوا أيديهم إلى طالبي أذيتهم، ما انتقموش من حد زيادة، وقفوا لأجل أنفسهم، يعني وقفوا يدافعوا عن نفسهم ضد أعدائهم، لم يفتروا على أحد ولم يمدوا أيديهم إلى النهب، ودي اتذكرت 3 مرات في عدد 10 وعدد 15 وعدد 16 من إصحاح 9، مع إن الملك أذلهم بأن هم ينهبوا ويسلبوا ويقتلوا الأطفال والنساء في إصحاح 8 وعدد 11، لكن هم ما عملوش كده. بنشوف أيضا الرؤساء والوكلاء والولاة وعمال الملك ساعدوا اليهود، والظاهر أن الفرس كانوا مع اليهود ومقاوم اليهود كانوا من الشعوب الأخرى وخاصة نسل عماليق. النقطة الستة، كان هامان قد افتخر بأولاده الكثيرين وافتخر بغناه ومجده في إصحاح 5 وعدد 11. ولكن بنشوف هنا في عدد 9 الكل سقط واشتهروا أولاده بالعار لما علقوا على الصلبان لا بالمجد، وانتهى مجده وانتهى غناه. تقرأنا الأعداد الباقية في إصحاح 10 4 أعداد. نعم. ووضع الملك أحشاويروش جزية على الأرض وجزائر البحر وكل عمل سلطانه وجبروته، وأوزعت عظمة مردخاي الذي عظمه الملك، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك مادي وفارس، لأن مردخاي اليهودي كان ثاني الملك أحشاويروش وعظيما بين اليهود ومقبولا عند كثرة إخوته، طالبا الخير لشعبه ومتكلما بالسلام لكل نسله. هللويا، مبارك اسمه يا رب. كده وصلنا لنعمل مقارنة ما بين أو نجمع مقارنة مردخاي كرمز للرب يسوع. نعم. وبنلاقي في آخر يعني آخر عدد، عدد 3 في آخر يعني آخر جزء فيه، بيقول إن مردخاي كان متكلما بالسلام لكل شعبه أو لكل نسله، وملك السلام هو اللي اتكلم بالسلام وأعطى السلام لأولاد السلام، لأولاد كل عشيرة الإيمان المسيحي، لأن قال سلامي أترك لكم، قال سلاما، وما دخل للتلاميذ والأبواب مغلقة قال لهم سلاما، وهذا السلام ليس كما يعطي العالم، أعطي من شخص المسيح، فهو سلام يفوق العقل. عشان كده السلام لأهل السلام اللي هم أولاد الرب يسوع.
نبدأ نعمل مقارنة ونشوف إيه الـ أو مش المقارنة، التشابه اللي موجود ما بين مردخاي كرمز لشخص المسيح وبين شخص المسيح نفسه، علشان الناس تفهم إن كل الكتاب يرمز للمسيح، لأن محور الكتاب هو شخص المسيح. بنشوف النقطة الأولى، هامان يضطهد مردخاي. نعم. ومقابلها من ناحية المسيح، إبليس وأولاده اضطهدوا المسيح. نعم. النقطة الثانية، مردخاي رفض السجود لهامان، المسيح رفض السجود لإبليس، قال له اسجد لي وأعطيك كل ممالك الأرض، أنت مش جاي تسترد ملكك، أنا حديك الملك، لكن قال له للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وتكلموا بالمكتوب. نعم. عشان كده في ناس، يعني مع احترامي للأحبة اللي بيشاهدونا، بقولك الكتاب بيقول من حفظ كلامي وثبت فيه وحفظ كلامي له حياة أبدية. حفظ الكلام مش انك تحفظ الكتاب من الجلدة للجلدة، لأن إبليس لما حاول يجرب المسيح جربه بالمكتوب وكتب له وقال له كلمه بالمكتوب، والمسيح نفسه رد عليه بالمكتوب، لأن إبليس عارف الكتاب كويس قوي، حافظ الكتاب من التكوين للرؤية، مش سايب حاجة، يعني حافظه بالحرف لكن لا يؤمن به. وده الفرق، انه مش عايش الكتاب. مشكلة ان انت تبقى حافظ الكتاب وما انتش عايشه، هي دي المشكلة. فياريت اي حد بيشاهدنا الان لما يجي يقرأ الكتاب، مش شرط انك تحفظه، مش شرط لما تيجي تصلي تقول يا رب انت قلت في الشاهد رقم كذا في الحتة الفلانية كذا كذا كذا، لا، المهم انك تعيش اللي انت بتقوله، مش بس كلام بيتقال وبس، لأن هنا الإبليس حافظ المكتوب. الحفظ الوصايا مش بمعنى تكرار الكلام أو حفظها عن ظهر قلب غيبا أرددها، لكن حفظها هو بمعنى أننا لا أكثر الوصية، أعيش الوصية، أطبق الوصية في حياتي، أعيش الوصية. هو ده معنى حفظ الوصية، أن أنا أطبقها في حياتي وأعيشها. نعم. ده معنى الحفظ. اليهود كانوا لما بيقول له تحفظ الوصايا وتحطها قدام عينيك، كانوا بيكتبوا الوصايا في ورقة ويطبقوها ويربطوها بعصابة وبين عينيهم على الجبين، لكن للأسف كانوا بيكسروا كل الوصايا اللي حطنها على جبينهم أمام عينيهم. طبعا كانوا بيفسروا على مزاجهم الحاجة، فالناس الحرف، عشان كده الرب قال أو الكتاب بيقول إن الحرف يقتل أما الروح يحيي. نعم. فأنت خد روح الوصية تحفظها تطبقها في حياتك. قال لا تنظر إلى امرأة، من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها، فأنت ما تنظرش، مش تروح تزني وبعدين، وهكذا. من يبغض أخيه، من قال لأخيه رقا فهو يبقى قاتل نفس. نعم. مش شرط أروح أجيب سكينة ولا مسدس وروح أقتل أخويا، وهكذا. نعم. النقطة الثالثة في مردخاي كرمز للرب يسوع، مردخاي خلع ثيابه عندما سمع بالأمر بإبادة اليهود، بهلاك اليهود، والمسيح تجسد كعبد وترك مجده، بل تعرى على الصليب وخلع ثيابه لكي ما يستردنا إلى الآب السماوي. أمين. النقطة الرابعة، خرج مردخاي إلى خارج المدينة، والمسيح صلب خارج أورشليم، خارج المحلة في الجلجسة. النقطة الخامسة، مردخاي لما سمع الأمر بإبادة اليهود صرخ صرخة مرة، والمسيح صرخ على الصليب صرخة مرة لما وقع عليه كل دينونة وكل العدل الإلهي. نعم. النقطة السادسة، مردخاي صلى ودبر خلاص لشعبه، والمسيح فدى شعبه وهو يتشفع فيهم. النقطة السابعة، مردخاي خلص من خطة هامان اللي هو يمثل إبليس، والمسيح بقيامته انتصر على إبليس وخلص شعبه وانتزع منه سلطان الموت. النقطة الثامنة،
بمردخاي صارت أسير مرضية أمام الملك. نعم. بالمسيح صارت الكنيسة موضع رضا الآب السماوي. نقطة التاسعة، أستير حلت محل الملكة وشتي، والكنيسة حلت مكان الشعب اليهودي اللي كان في القديم. عشان كده برضو في ناس كتيرة بتقول لك شعب الله دول اليهود، عشان كده احنا لازم نكرمهم. يا جماعة، شعب الله كان هو فعلا اليهود بحسب النبوات اللي يأتي منهم من خلالهم شخص المسيح بحسب الجسد، علشان ينفذ المشيئة الإلهية ويأتي ليعمل العمل الذي كلف به من الآب، إنه يتمم الخلاص، لأن مفيش حد يقدر يصالح الآب على البشر ويرد تاني المسلوب إن لم يكن فيه الطبيعتين، الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية في وقت واحد. يعني يبقى إله كامل ويبقى إنسان كامل في وقت واحد. المسيح يقدر إن هو يظهر، وظهر كتير في العهد القديم، وظهورات المسيح في العهد القديم ما كانتش تعني التجسد الكامل، لأن عشان قمة عدل الله ولازم يكون عادل جدا، فلازم الإنسان اللي يقدم الفداء ويبقى فعلا إنسان بنفس مراحل تكوين الإنسان الطبيعي. عشان كده هو أخلى نفسه وأخذ صورة عبد، لكنه ليس كأي إنسان لأنه بلا خطية. فما أهم حاجة أن أنت تفهم كلمة الله. المسيح لكل المجد هو اللي عمل ده، هو إنسان كامل أخذ مراحل تكوين طبيعية. واحد يجي يقول لي، وبسمعها كتير، يقول لي إزاي أنت بتؤمن واحد اتصلب؟ يعني ده إنسان. أيوة، الإنسان هو اللي اتصلب. ومرة تلاقي واحد يقول لك إزاي ربنا بتاعك بيتصلب؟ يعني وربنا ما بيتصلبش، الله لا يصلب، الله روح. لكن اللي اتصلب الإنسان الكامل يسوع اللي تجسد وصار بشرا مثلنا، لكن هو إله كامل لأنه مساوي للآب في كل شيء، وهو اللي قال أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. فهو بنفسه اللي يقدر يعمل المصالحة دي، مفيش حد تاني يقدر يعمل المصالحة دي. آمين. يبقى الشعب اللي في القديم حل مكانه الجماعة المؤمنين بالمسيح في العهد الجديد. نعم. أي الكنيسة. النقطة العاشرة، مردخاي لما عرف بالأمر بالإبادة يطلب الصوم من أستير، والمسيح بيطلب دايما لينا الصوم والصلاة من أجل الكنيسة. نعم. النقطة الـ11، رعب مردخاي سقط على الأعداء، ورعب المسيح سقط على إبليس، بدون ما ادخل في التفاصيل عشان الوقت. النقطة الـ12، واحد معنا لسه ربع ساعة يعني، فما يعني برضو علشان الناس ما هي مش بس ياخدوا الأمور. رعب المسيح سقط على إبليس لما جاء يقبض على نفسه كأي إنسان بيموت. نعم. فلقى النفس دي متحدة باللاهوت وحي. فوقع الرعب عليه وارتعش وارتعب وولى الأدبار وهرب من أمام وجه المسيح الحي. أمين أمين. ودي حقيقة، لأن أي إنسان بيموت لما يسلم الروح ينكس الرأس، لكن المسيح نكس الرأس وقال للروح اطلعي. الروح ده هو اللي قال الإنسان تؤخذ نفسه منه لما يموت، لكن المسيح الوحيد اللي قال في يديك أستودع روحي، هو اللي وضع روحه في يدي الله. عشان كده إبليس اترعب. النقطة الـ12، مردخاي صار عظيما في بيت الملك. نعم. والمسيح جلس في الأعالي على يمين العظمة في بيت الآب السماوي. نعم. النقطة الـ13، صار خبر مردخاي في كل البلدان، زاع صيته، وصار الخبر السار بالمسيح الفادي لكل العالم مش كل البلدان بس. وهو ده اللي قاله المسيح يكرز ببشارة الإنجيل في المسكونة، اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للمسكونة كلها. وبنلاقي أن كلمة الله يقول لك تشتت الجميع التلاميذ وصاروا مبشرين بالكلمة، مبشرين بالخبر السار، مش كلمة بس عادية، ولكن كلمة الإنجيل نفسها. الإنجيل كلمة إنجيل يعني إنجيل البشارة السار السار أو الخبر السار، البشارة المفرحة أو الخبر السار. إيه هو الخبر السار؟ إن المسيح جاء وتمم الفداء ورد المسلوب، ردنا كأولاد الله،
بقينا اولاد، نلنا التبني، رجعنا تاني علشان نبقى فعلا لنا الحق في الورث اللي مكتوب لنا. الورث بتاعنا مش ورث عادي، الكتاب بيقول انتم ورثه الله ووارثون مع المسيح. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ الروح القدس يشهد على اننا ورثه الله، موجوده في رساله روميا الاصحاح الثامن بتقول الكلام ده. كلمه الله صادقه، عندنا الكلمه النبويه وهي اثبت. نكمل. كتب مردخاي واستير رساله سلام وامان، وختمها مردخاي. الانجيل يخبرنا بالسلام والامان الذي لنا في المسيح يسوع، واللي بيوصله الانجيل بيوصل الرساله الكنيسه اللي كانت تمثلها استير. النقطه الخمستاشر، مردخاي صار مقبولا عند كسره اخوته، والمسيح صار بكر لاخوه كثيرين. هللويا. مردخاي كان طالبا الخير لشعبه، والمسيح جاء يطلب ويشفي ويخلص ما قد هلك. يعني كان بيطلب الخير اينما حل. مردخاي كان متكلما بالسلام لكل نسله، والمسيح بيعطي سلام لكل اولاده، وقال لهم سلامي اترك لكم. سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطي انا. فسلام المسيح هو بيفوق كل عقل. لانه هو رئيس السلام وملك السلام لكل المجد. النقطه 18، يوم انتصار مردخاي صار عيد. ويوم قيامة المسيح من بين الأموات صار عيد، عيد الفصح. مسيحنا قد ذبح فلنعيد. مكتوب كده، بولس الرسول بيقول كده، مسيحنا قد ذبح فلنعيد. في نقط الحقيقة كتير. مردخاي لم يذكر سجل موته، والمسيح بيذكر سجل قيامته من بين الأموات. القبر لم يمسك به، فالقبر اللي بيسجل موت الإنسان قبره فارغ. لأني ما أما من يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. اللي يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد. ومردخاي صنع مشيئة الله بإخلاص، وحارب من أجل شعبه، وصلى وتضرع إلى الله من أجل شعبه. والمسيح تضرع، وفي إنجيل يوحنا إصحاح 17، من أجل التلاميذ ومن أجل العالم ومن أجل المؤمنين به. وما زالت صلواته اللي ذكرها في إنجيل يوحنا هي سجل خالد مذكورة عند الرب لحفظ الكنيسة وحفظ المؤمنين في كل مكان وزمان. آمين آمين آمين. 20 تشابه ما بين مردخاي وشخص المسيح. يا ترى أنت فعلا بتمثل المسيح؟ خلي بالك ان الكلام ده ما هوش واحد ازاي يمثل المسيح يعني، لا. لما انت تكون شاهد امين عن عمل المسيح في حياتك، لما انت تعيش المسيح حياتك هتتغير، وهتغير اللي حواليك. لو انت تبقى سفير للمسيح فانت بتمثل المسيح، والكتاب يقول لنا جعلنا سفراء عنه مصالحا بنا العالم. يعني انت بقيت مصالح للعالم، انت بتاخد الناس من الهلاك وتوديهم للمصالحة، لان رب بيستخدمك ويقدر يستخدمك، يقدر يستخدمك. اوعى تفتكر ان الناس دي بس المثقلين بالخدمة هم الاسس والخدام والكهنة لا لا، كل انسان مسيحي. الكتاب يقول انتم شهودي يقول الرب. هل انت شاهد امين على عمل الرب في حياتك؟ هل انت لما حل فيك الروح القدس وقبلت عمل المسيح وسكن فيك الروح القدس، هل بقيت شاهد للدوائر الأربعة اللي كتب عنها الكتاب في أعمال 1:8؟ ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود.
في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. هل أنت شاهد فعلا؟ هل أنت بتنفذ كلمة الله؟ هل أنت عايش الكتاب؟ هل أنت فعلا شايف أن ما قيل في هذه السلسلة عن أستير أنت عايش الكنيسة دي اللي فعلا هدفها أنه اسم الرب يتمجد وأن شعب الرب ما يهلكش؟ شايف الهلاك وشايف الصعاب وشايف الضغوط اللي حواليك، لكن أنت فين من كل ده؟ للأسف ناس كتير بعيد. الفرصة قدامك، ما تضيعهاش. لو في حد لسه ما اختبرش ده، صدقني إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. اليوم يوم خلاص. اوعى تفتكر إن احنا بنقول كلام، دي حقيقة. لما بنتكلم عن أي شخصية من شخصيات الكتاب، وشفنا هذه الشخصية شخصية مردخاي، وشفنا إزاي إن هو قدر إن هو يخلص هذا الشعب، أنت تقدر تخلص ناس كتير. أنت تقدر إن أنت تكون أمين مع نفسك وأمين مع ربنا. مش مروحك الكنيسة فقط هو ده معناه إن أنت فعلا أمين مع ربنا. مش إن أنت بتبان قدام الناس إن أنت مسيحي لابس صليب أو كاتب أو اسمك يوحنا ولا بولس ولا بطرس، تبقى مسيحي. هل الناس يروا فيك يسوع؟ الناس شافت في مردخاي، شافت في يسوع، عشان كده كان ليه مهابة في وسط المجتمع. المسيح بذل نفسه من أجل الآخرين، فأنت لازم تبذل نفسك من أجل الآخرين. أعتقد أن دي رسالة واضحة لكل إنسان عشان ما يفقدش حياته الأبدية وتكون دي حياة أبدية. اوعى تفكر ان الحياه الابديه بتبدا بعد انتقالك، لا، الحياه الابديه بتبدا الان لما تقبل المسيح. ساعه ما بتقبل المسيح بتبدا الحياه الابديه. يعرفوك انت الاله الوحيد ويسوع وحده الذي ارسلته. انك تامن بالله ايمان حقيقي وتامن بعمل المسيح، لان ايمانك بربنا فقط لا يخلصك. لازم تامن بعمل المسيح، لأن ليس بأحد غيره الخلاص. تقول لنا في نهاية هذا السفر كلمة عن تحضرني الآية اللي قالتها المطوبة العذراء مريم في صلاتها، أو في تسبيحتها الجميلة، بتقول أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. بنشوف تطبيق قصة مردخاي وأستير، تطبيق حي لما قالته السيدة العذراء مريم في التسبحة: أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. أيضا يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. شفنا هامان كان رمز للتكبر، رمز للإنسان اللي الغرور وكبرياء والشيطان هو اللي كان ماليه، والشيطان هو أول شخص تكبر وحب يعمل يخلي مكانه مكان الله أو يخلي كرسي مكان الله، لكن كان سقوطه عظيما. وهكذا سقط هامان سقوطا عظيما، وبدل من تدبيره بالخطة اللي الشريرة الرديئة أن يصلب مردخاي البريء ويضعه على صليب ارتفاعه 50 ذراع، تنقلب الآية وتنقلب الترابيزة أو الطاولة عليه وتنقلب مؤامرته ضده، ويأخذ الشرير، يأخذ الرب ينقذ الصديق ويأتي الشرير مكانه، ويجي يصلب هامان على نفس الخشبة التي أعدها لمردخاي. بنشوف مردخاي كان شفيع للشعب، كان ليه أحشاء رأفة، كان همه مش نجاة نفسه، كان همه إن هو يطلب نجاة للشعب كله. صرخ، صلى، صرخ هنا بمعنى صلى بدموع، صلى
ما همهوش ان هو قاعد في بيت الملك وبقيه الشعب يهلك، مش مشكله، لا، ده صرخ وطلب من الرب، وطلب بصوم وصلاه، ونفذ خطه انه لازم كلهم يصوموا ويصلوا ليرفع الرب الضرب عنهم. وبصلي الان اني نتحد في طلبه صلاه وصوم وصلاه من اجل الكنيسه، من أجل الضربات التأديب التي تأخذها الكنيسة لكي ما يرفع الرب هذه العصا، عصا التأديب، ولنكون نور وملح حقيقي في وسط عالم مظلم. الشيطان بيحاول يطفي هذا النور وبيحاول ما يخليناش لينا طعم في وسط هذا العالم، نكون ميعين كطعام ليس له طعم ماسخ. الرب يثقل على قلوبنا ان احنا نكون لينا دور في الحياة، لينا دور في المجتمع، لينا دور مؤثر في المحيطين بينا واللي حوالينا. نشهد للحق ونقول كلمة الحق، ولا نقبل المواءمة مع أعمال إبليس، زي ما كان هامان بيطلب من مردخاي ان يسجد له. مردخاي لم رفض ان يكسر وصية الرب اللي مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وإحنا بنشوف ناس مسيحيين كتير يقولك، أو ناس مسك العصاية من النص ومع العالم ساعة قلبك وساعة ربك. ما ينفعش في وسط جلسة الشرب والكلام القبيح والسمر يبقى المؤمن متواجد، وفي الكنيسة يروح يرتل أو يسبح أو يهلل. ما ينفعش، لازم أبقى للرب بالكامل، ولا أقبل المساومة مع أعمال إبليس ومع أعمال العالم. بيقول كده إن محبة العالم بغضة لله، فالرب يجعلنا نحبه من كل قلبنا ومن كل نفسنا ومن كل قدرتنا. دي طلبتي، وإن احنا نتمثل بمردخاي اللي كان شخص بيخاف على شعبه، وكان سبب بركة للآخرين وبركة لشعبه وبركة لإستير. احنا نكون بركة للوسط في المجتمع المحيط بينا، تكون شهادة حية. مكتوب يرون أعمالكم الحسنة فيمجدون أباكم الذي في السماوات. دي طلبتي وصلاتي ان احنا نتمثل بمردخاي الذي كان يتمثل بالرب يسوع قبل التجسد، اللي المسيح جاء يقول يصنع خير وجاء يطلب ويخلص ما قد هلك. آمين آمين آمين. ونقدر نقول لمردخاي إن الصديق اتقصد بيه شر، لكن الرب حول هذا الشر إلى خير. لمين؟ للصديق. فأقول للصديق خير. تعال نفرح بالرب النهاردة ونقول له قولوا للصديق خير. وانت كمان، انت رجل صديق، قول له نفسك خير، لان الرب في ايديه السلطان. صديق خير، ربك في ايديه السلطان، مهما كان الامر خطير تحت جناح الرب امان. قولوا للصديق خير، ربك في ايديه السلطان، مهما كان الامر خطير جناح الرب يمان. بعت حالا تلغرام بيقول لك ليه يا ابني تكاف، ده انت رعايا في وسط خراف، هي قطيع اللي انا بحميه، هي قطيع اللي انا بحميه. قولوا للصديق رنم وارفع راسك كده فرحان،
تحت صليبك لو متألم تجري ايامتك بكره يبان قولوا للصديق رنم وارفع راسك كده فرحان تحت صليبك لو متألم تجري ايامتك بكره يبان بعت حالا الغراب ويقول لك ليه يا ابني تخاف ده انت رعية في وسط خراب هي قطيع اللي انا بحميه هي قطيع اللي انا بحميه قولوا للصديق عود وتذكر ماضي الاحسان هل من مرة امتنع القود او بيت في يوم جوعان قولوا للصديق عود وتذكر ماضي الاحسان هل من مرة امتنع القود او بيت في يوم جوعان بعت حالا اللي غراب بيقول لك ليه يا ابني تخاف ده انت رعية في وسط خراب هي قطيع اللي انا بحميه هي قطيع اللي انا بحميه قولوا للصديق خير وانت في مرضك او تعبان ظرفك لو كان صعب خطير شوف الخير جوا بيبان قولوا للصديق خير وانت في مرضك او تعبان ظرفك لو كان صعب خطير شوف الخير جوا بيبان بعت حالا الغراب بيقولك ليه يا ابني تخاف ده انت رعية في وسط خراب هي قطيع اللي انا بحميه هي قطيع اللي انا بحميه وقولوا للصديق قولوا للصديق قولوا للصديق انت لو صديق ثق ان الرب حميك الرب حافظك وحافظك هو حافظ إسرائيل الذي لا ينعس ولا ينام مردخاي ما خافش مردخاي ما خافش من الظروف اللي مر بيها وإحنا ما بنخافش لأن محبة الله تنزع الخوف إلى خارج لو أنت فيك محبة الله لو أنت استلمت محبة الله بالروح القدس لأن المحبة هي من الله لأنه هو نبع المحبة ربي يبارككم ربي يباركك حتى لسيس سعدت بلقائك النهاردة في هذه السلسلة الرائعة وأكيد لينا مواضيع أخرى شيقة في دراسة كلمة الله ربنا يستخدمك ويستخدم كل إنسان صالح لكل زمان ومكان لأنه يتبع كلمة الله آمين. ربنا يبارككم أحبائنا المشاهدين وسعدت بلقائكم ونشوفكم على خير الأسبوع القادم مع همسة جديدة وهمسات عابر